إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن المضادات الحيوية وعلاج الأم للطفل عن طريق هذه المضادات، وكيف السبيل والوسيلة والوقت المناسب لعلاج الطفل بالمضادات الحيوية في الشهور الأولى ما بعد الولادة، فيما يختص أيضا بارتفاع درجة الحرارة، فأنا نقول لكل أم بأنها لا يتوجب عليها استعمال المضادات الحيوية عند أي ارتفاع في درجة الحرارة، حيث أنها ليس العلاج الناجح لكل ارتفاع بهذه الحبوب أو الإبر أو العلاجات التي تختص في مجال المضاد الحيوي، وذلك لأن المضاد الحيوي يقتل البكتيريا وليس له أي فعالية ضد الفيروسات أو الفطريات التي يمكن أن تكون المسببة لارتفاع درجة الحرارة حرارة الطفل. وفي هذه الحالة يتسبب المضاد الحيوي في تقليل مناعة الطفل وليس علاجه، ولذلك يجب عدم التعجل بإعطاء الطفل أي نوع من أنواع المضادات الحيوية إلا بإذن الطبيب المختص في هذا المجال، لأن من الخطر إعطاء الطفل أي نوع من العلاجات التي يعني تختص في هذا الموضوع. من الضروري التأكد من قبل الطبيب ونوع المضاد وتأثيره وحجمه و يعني تأثير على المخ والخلايا والأعضاء، وممكن يقتل أنواع أخرى من الخلايا المخية مما يسبب لنا أمراض أخرى عصبية في الدماغ والأعضاء الجسمية. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد من السعود الحليبي، إن شاء الله أنكم استفدتم من هذه المعلومات المبسطة جدا، إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.